السلام عليكم. 24 ساعة من تحرير تعز إلى حضور الدولة في المناطق المحررة، هكذا يقول المتابعون لتسارع الأحداث في تعز، وهكذا أكدت الوقائع على الأرض خلال الساعة الماضية. وإذا ما قرأنا تداعيات التحرير وفك الحصار من الجهة الغربية لتعز، سنلاحظ فتح الطريق الرابط بين مدينة تعز وأكبر كتلة سكانية في المحافظة في مديرية الريف الغربي، الشمايتين والمعافر والمواسط والمقاطرة. أصبح الطريق سالكا بين عدن وتعز مرورا بهذه المديريات. المتابعون للأحداث يقولون إن الإمدادات تصل إلى المدينة بسهولة، وكما تقول الجهات المسؤولة ممثلة بالشرعية والتحالف العربي، فإن التالي سيكون إدخال المواد الإغاثية وإعادة تأهيد المستشفيات والمرافق الصحية كواحدة من أولويات ما بعد التحرير. والمتأمل لساعات الكفاح اليومي في تعز يلاحظ التطور المتسارع للأحداث أكثر من أي وقت مضى، وهنا تطرح الأسئلة الملحة: كيف يجب البناء على هذا الانتصار لتحقيق المزيد من الانتصارات؟ وكيف يتمثل الانتصار الحقيقي؟ هل بحضور مشروع الدولة؟ ومتى تعود المؤسسات الخدمية وتعود الحياة لدورتها الطبيعية؟ ومتى تصل قوافل الإغاثة التي سرعت الحكومة بالتبشير بها، وكذا المراكز الإغاثية التابعة للتحالف العربي؟ ومن جهة أخرى، ماذا عن استكمال تحرير بقية المناطق في المحافظة واليمن عموما؟ هل ستشهد الأيام القادمة تسارعا في هذا الخصوص؟ حول هذه التساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. تعز لم تهدأ بعد، لا تزال الجبهات الشمالية والشرقية تعلن أن ما بدأته الجبهة الغربية يمضي بالوتيرة ذاتها لتحرير مداخل المدينة وقطع إمداد الميليشيا عنها. ومع كل خطوة تخطوها المقاومة تتسع رؤية المدينة لنفس الحرية. التطورات المتسارعة على الأرض واشتداد المواجهات تؤكد أن ما قبل 11 من مارس ليس كما بعده. فالخطوات الرامية لتعزيز وجود الدولة في المناطق المحررة بدأت بتسليم معسكر اللواء 35 مدرع للقيادة العسكرية بعد 24 ساعة من تحريره، وانتشار قوات عسكرية لحفظ الأمن في منشآت المدينة وأحيائها. تعود الحياة لأروقة المدينة والأمكنة ووجوه الناس، وهو ما يؤكد أن لا عودة لعهد الحصار، وأن روح الحرية ستمضي في وجدان اليمنيين وعزائمهم في إب والبيضاء والحديدة وصعدة، وصولاً إلى صنعاء عاصمة كل اليمنيين. تقول الأحداث على الأرض هنا في الحالمة إن الحفاظ على الانتصارات ليس بفتح الجبهة الشرقية وحدها، ولا حتى الغربية كذلك، بل بتمديد رقعة المعركة لتتسع باتساع الخارطة الوطنية، وهو ما يعزز حضور الدولة بعد التحرير في الوسط والجنوب، ويمهد لاستكمال تحرير البلد واستعادة الدولة لكل أرجاء اليمن، خصوصاً المناطق المهيئة للتحرير منها ما تبقى من منافذ تعز وأريافها ومحافظة البيضاء والجوف وأطراف الضالع. وكما يبدو أن خسائر التحالف الانقلابي أصبح واقعا تدركه الميليشيا، وتمضي خطواتها وفق متغيراته القائمة على تلافي الخسارات المتوالية الواقعة في صفوفه. ويرى مراقبون أن وقف عمليات الميليشيا الانتحارية على حدود المملكة يأتي بمثابة اعتراف غير معلن من قبل الميليشيا بالهزيمة، ومحاولة متأخرة للملمة أوراقها الأخيرة للاتجاه بمعركتها نحو الداخل. فالعنف والإفراط في القوة للداخل يتناقض مع تعامل الميليشيا الأخير على جانب الحدود التي قامت الميليشيا بإعلان التهدئة فيها وتسليم خرائط الألغام للجانب السعودي، وذلك ما يشير إلى ملامح صفقة تنهي الاعتداءات الحوثية على الجانب الحدودي والتفرغ لإدارة عمليات العنف على المدنيين. بعيداً عن تلك الحلقة، تبقى معركة صنعاء هي النهاية المؤجلة للمعركة، وفكرة سقوطها بدون مواجهات هاجس مؤرق للميليشيا التي لم تعد تثق بالأرض التي تبسط سيطرتها عليها. إذا مشاهدينا الكرام، نبدأ النقاش مع دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. مساء الخير دكتور. مساء النور. دكتور، تعز ما بعد فك الحصار عبر تحرير الجبهة الغربية، كيف ترى واقع المدينة والمحافظة بشكل عام؟ طبعا عندما نناقش مدينة تعز فهنا أن هناك انتصار نوعي قد تم على مستوى فك الحصار، وبالتالي علينا أن نكبح الاحتفال بالانتصار وأن نعود إلى ما يسمى تنزيل ما حدث في سياقه الاستراتيجي والتخطيطي، لأن مدينة تعز كان المخطط لها
أن تكون هي جغرافيا الاقتتال بدلا عن صنعاء وفقا للمشروع الانقلابي، نظرا لأسباب موضوعية تتعلق بعدم وجود يعني جنود وضباط وأبناء مؤسسة أمنية من هذه الجغرافيا. كل هؤلاء ينتمون إلى جغرافيا خارجية، وليس هذا لك عيبا، ولكن لا ينتمون أيضا إلى الوطن، ينتمون إلى ولاءات مذهبية وإلى أشخاص وليس إلى وطن. هذا أدى إلى فراغ. علينا أن نفهم أن مدينة تعز كانت الهدف الرئيسي للانقلابيين، وبالتالي علينا أن الحصار كان ممنهج بهدف الضغط على دول التحالف، وبهدف أيضا إنهاك هذه المدينة من الانتفاضة، لأنهم يعلمون تماما أن في حال استعادتها فأن مشروع الانفصال سيكون من خبر كان، فأن استعادة بقية المدن ممكن بنسب مرتفعة، بإمكانك أن تؤسس جيشا وطنيا وأن يعني تلعب دورا رئيسيا من هذه المدينة. وسأعطي مؤشرات. المؤشر الأول، علينا أن ننظر إلى أن هذه المدينة نموذج لبناء الدولة القادمة، وعلينا الاستفادة مما يحدث في عدن، وسأعطي مؤشرات ثنتين. الأول تعلق بأنه خلال ما يقارب 48 ساعة أو أقل سلم اللواء 35 من المقاومة للجيش، وهذا مؤشر مهم للغاية ويجب العمل عليه أو التعامل عليه. هو منذ البداية هناك وعي، ولكن لدى مجلس المقاومة ولدى أبناء هذه المنطقة بأنه ينبغي الحفاظ على شبه الدولة الذي تركه المخلوع صالح، وبالتالي لحفاظ على شبه الدولة يتوجب أن يكون في المقدمة المجلس العسكري، في المقدمة الوزراء، ومن ثم يأتي العامل الرديف وهو المقاومة الشعبية وأبناء المنطقة. وبالتالي تسليم اللواء إلى الجيش والجيش سيقوم بمهمة حياة المؤسسات، هذه رسالة واضحة إلى الداخل وإلى الخارج أن نواة الدولة واستعافة الدولة ينطلق من مدينة تعز. المؤشر الثاني أنه خلال فترة طويلة جدا، يعني أنا دائما وكررتها منذ أمس، أستشهد بعبد الصغير الذي كان أستاذ رياضيات ثم تحول إلى مقاومة. هذه المدينة كانت بلا يعني مكونات قتالية عسكرية قتالية، حتى خلال الحصار تم إعداد وتم جبر أبناء هذه المنطقة الذين يحملون القلم إلى حمل السلاح، وبالتالي هناك وعي ونضوج لدى هذه القيادة بأهمية الدولة. وبالتالي أعتقد الآن لدينا تحديين اثنين ينبغي أن نركز عليهم. التحدي الأول الفراغات الأمنية، لأن كان هناك لدينا معلومات من الداخل تقول أن كم إعداد بعض من أفراد الحرس الجمهوري على هيئة داعش. في هذا النقطة تحديدا دكتور عبد الباقي، هناك يعني بعض التشويه أو تسريبات لتشويه عمليات تشويه للمقاومة بصور مسربة أو ما شابه، هل يأتي ذلك في سياق ما تفضلت به أن؟ هم يريدون امتصاص الانتصار بالذهاب إلى قضايا جزئية. ما حدث في تعز، يعني أنت لو حسبت 8-9 ما يقارب سنة من الحصار، لو حسبت أيضا ما تعرضت له نساء أبناء هذه المدينة من تحرشات ومن انتهاك من حقوقهم، لو تحسبت أيضا كيف كان يمكن كيف يموتون الناس في المستشفيات دون أكسجين، لو حسبت هذا الحصار، هذه أفعال فردية تم تصويرها، وبالتالي تعتبر مثالية جدا بقياسا بما تم لما تعرضت له المدينة. بالتالي الذهاب، أنا حتى مناقشة هذا الموضوع لا أريد أن نأخذ له وقت، ولكن لابد من الإشارة إليه أنها يعني عملية تضليلية لحدث كبير، محاولة الحديث يعني لهم جر الحديث إلى مكان ليس يعني هم نسوا أن المدينة تقصف بالسلاح الثقيل وإلى لا تمييز بين مدنيين وعسكريين، نسوا أنهم حاصروا المدينة من الغذاء والأكل، نسوا أنهم منعوا اسطوانة الأكسجين، نسوا أنهم قاموا كالعدو الإسرائيلي معابر على مداخل المدينة، ثم يتحدثون عن قناص انتهك حرمة هذه المدينة وحاصرها، وهناك ردة فعل. وطبيعي أن والآن يكون لربما الناس يعني يبادرون بإظهار يعني مشاعر الفرحة ويعني السرور بتحرير الجزئي للمدينة وفك الحصار عنها بشكل عام، لربما مقاومة هذا المشروع الذي يعني لابد أن هناك يعني من يقول أن هناك مخابرات تهدف إلى تشويه ما حدث. هو العملية لو حسبتها هناك جيوش نظامية ومنضبطة وتخضع لقانون عسكري وترتكب مثل هذه الأخطاء، أنا لا أقلل، أنا ضد هذه العملية. نحن مع
يعني الاحترام المواثيق الدولية في التعامل مع الأسرى ومع الجرحى. نحن علينا أن نعطي مثلا للدولة القادمة، ولكن علينا ألا نركز على هذه الأهداف الفردية التي كما تعلم هناك مقاومة شعبية ليس لدى يعني الأوروبيين. سأعطي مثل الأوروبيين عندما أرادوا أن يسوقوا أن الشعب عربي بربري متوحش ليس لديه ثقافة، عندما قصفوا معمر القذافي بالطائرات لم ينزل قوات فرنسية لإلقاء القبض عليه، لأنهم كانوا يريدوا أن يسوقوا صورة له ويهزون كيان بقية القادة العرب ويعطوا صورة أن هؤلاء بربر ومتوحشون، ذلك تركوا إلقاء القبض على القذافي إلى الشباب. هؤلاء الشباب لديهم زملاء قتلوا، لديهم أسر شردت، لديهم نساء تم التحرش بها، بالتالي كيف نتصور ردة فعل؟ عبروا عن غضبهم، عن غضبهم، بالتالي لا نستطيع التحكم، لكن هي طالما أنها حالة فردية أو فرديتين هذا لا يؤثر. نحن نتحدث عن دولة، نتحدث عن مدينة تم 8 أشهر محاصرة، فليخجلوا من أنفسهم. ولماذا يعني يتحدثون عن قضايا فردية وحالات فردية طبيعية أن تحدث في مثل هذه؟ وتم السكوت عن حصار، عن حصار وعن منع اسطوانات وعن قتل مواطنين وعن استيلاء على الدولة واختطاف. أقول طيب. أعود للفكرة بس الرئيسية لو سمحت، أقول أن علينا أن ننطلق من عنصرين اثنين، عنصر تسليم المقاومة الشعبية لمؤسسة الدولة، هذا مؤشر ونستفيد من تجربة عدن. نعم. وعلينا التعامل مع تعز بما يسمى العقلانية التواصلية كما هي طيب. عند هابرماس. دعنا نكمل هذه النقطة، لكن قبل ذلك ينضم إلينا الآن الأستاذ غائب حواس الكاتب الصحفي معنا عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ غائب. السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الأنوار. أستاذ غائب، ما أهمية تحرير تعز بالنسبة يعني لتراكم الجمهورية اليمنية أمام أو بمواجهة الإمامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. في الواقع نقول المجد لله تعز والنصر المؤيد والمؤزر بإذن الله. نحمد الله ونحمد الله ونحمد الله في بداية والنهاية، الحمد لله الجليل على ما أنعم عليه من على ما أنعم على علينا جميعا من بهذا النصر وفك الحصار. ونقول نريد أن نسجل يا أخي الحبيب أولا أن ما حصل في تعز من في الأيام الماضية كان يعتبر إنجاز، ولكن هذا الإنجاز ليس سوى نتيجة لمقدمات هي الصمود. الصمود كان بمثابة الإعجاز، وما حصل في الأيام الأخيرة هو إنجاز ناجم عن ذلك الإعجاز الأسطوري المتمثل في الصمود. فتعز التي صمدت للحصار، لانقطاع الهواء، لانقطاع الماء، لانقطاع الأكسجين، لانقطاع المؤنة والغذاء، للحصار من الدواء، للصواريخ، تعز التي امتصت المنظومة الصاروخية من كاثيوشا المرتد عن الثورة والجمهورية صالح، عصابة ميليشيا الحرس وحرس الميليشيا، الصمود الأسطوري هذا الذي سجله المجتمع في تعز. أنا أريد أن أقول بخصوص السؤال عن موضوع الجمهورية وأهمية تعز، الجمهورية عادت إلى بيتها وعادت لتنطلق من جديد بإذن الله العلي القدير. تعز يا أخي الكريم لم ترضخ كما رضخت مناطق أخرى، سواء تحت التخاذل أو تحت الضعف أو تحت الضغط أو تحت ترهيب وإرهاب الميليشيا وأعوانها المرتدين. أهمية هذا أولا نقول يا أخي، وأؤكد مرة أخرى أن صمود تعز أهم من الإنجاز الذي حصل. الصمود لأننا قادرون دائما وأبدا على أن نصمد مثلا، وبالنسبة لكسر الحصار وللانتصار الذي حصل والحرب سجال وعلينا أن لا نتعجل، لكن بإذن الله أنه مقدمة للنصر النهائي. النصر النهائي الذي في هذه النقطة تحديدا الحصار في الطوق بأكمله، في هذه النقطة تحديدا يعني إذا ما تحدثنا عن تكامل جبهات المقاومة لاستكمال التحرير، هل سنشهد في الأيام المقبلة تحركات في هذا الخصوص، وسيبنى على انتصار أو على ما حقق في تعز، سواء مما تقول من صمود في المدينة إلى الفك الحصار الجزئي أو من تحرير الجبهة الغربية، هل سيبنى على ذلك بتحقيق مزيد من التقدم في الجبهات الباقية؟ لا شك أن الحرب من تكوينها العضوي تتداعى سلبا أو إيجابا، والصراع دائما وأبدا يلقي بتداعياته وبظله جيوب على أخرى وأنساق على أنساق. هذا الذي حصل الآن، ألا تدري أنه مثلا، وأنا من مواطن محافظة صعدة، ألا تدري أن هذا يشجع الناس؟ بل إننا أكثر فرحا مما لو تحررت صعدة،
لا أقول هذا مجاملة، لسنا بحاجة لأن نجامل تعز وليست هي بحاجة لأن نجاملها، لكن ما هو واقع أننا نشعر الآن أن اليمن انحسر إلى تعز، أن اليمن بهويته بدمه بجلده بإحساسه بصموده بروحه الجمهورية الوطنية. قلت لك الجمهورية عادت إلى تعز وستنطلق منها مرة أخرى بإذن الله. تعز لماذا يؤكد أن تعز هي تعبر عن الوضع الوطني وعن الهوية وعن النبض الوطني أكثر من غيرها؟ لأنها ذكرتنا بحصار السبعين، كان هناك من يراهن على أن صنعاء ستسقط، ولكن الجيش الجمهوري آنذاك أثبت أن القضية داخلية ومحلية وأن هناك قضية للثورة. طيب ماذا عن المستقبل أستاذ غائب؟ الآن ما هي أهم النقاط أستاذ غائب؟ تعز رغم الحصار ورغم أنها لم تدعم بالقمة المطلوب أو على النحو المطلوب، إلا أنها صمدت، ولذلك يعتبر صمودها يمنيا خالصا وجمهوريا جمهوريا خالصا. طيب الآن ماذا عن المستقبل؟ ما هي أهم النقاط التي التي يجب البناء عليها والتركيز عليها خلال الفترة القادمة؟ يجب التركيز أولا على الانطلاق من هوية وطنية جامعة. إننا نعتقد ونظل نعتقد ونؤمن أنها تجمع اليمنيين من مختلف أطيافهم ومشاربهم للثورة السبتمبرية ومنطلقاتها. يجب أن نستكمل المشروع السبتمبري للحصول على هوية وطنية جمهورية. وعندما نتحدث عن هوية اليمن الجمهوري فلا يمكن أن تنطلق من غير سبتمبر. نعم يجب أن تكون هناك مساحة للحرية وللآراء، ولكن وفق الثابت الوطني السبتمبري الذي نستطيع ونقول، نحن على يقين عندما نقول ونؤكد أن اليمن بدون سبتمبر لا شيء، وأن اليمن قبل سبتمبر كان لا شيء في فترة اختزال الإمامة لليمن في هويتها السلالية. سبتمبر أعاد الذي انطلق من تعز ومن صنعاء يومها، سبتمبر أعاد لليمن وجهه الحضاري وجذره التاريخي ووجهه الحضاري، واليوم نؤكد على العودة إلى المظلة السبتمبرية، ولكل من الآراء والأفكار الحرية أن تعبر عن نفسها. ولكن الهجمة التي حصلت على اليمنيين تعز وغير تعز هي هجمة الإمامة المتجددة، هجمة الإماميين الجدد في أوقح صورهم. هؤلاء عبارة عن سؤال المتوحش، هذا السؤال الإمامي لا يتوفر الجواب لديه أو لا يتوفر الجواب عنه إلا لدى سبتمبر وثقافة سبتمبر ومنطلقاتها الوطنية والفكرية. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ غائب حواس، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. دكتور عبد الباقي، في إطار هذه الهجمة على تعز والحملات الممنهجة ضدها، هل يمكن الحديث على أن المدينة ترد عبر الخطوات التي تفضلت بها من تسليم مؤسسات الدولة إلى الجيش الوطني والحكومة الشرعية والنقاط الأخرى كذلك؟ يتوجب أولا معرفة ماذا يعني إعادة تعز. إعادة تعز تعني أن إذا ما تم إعادة تعز إلى السلطة الشرعية وتم استعادتها سريعا، فأن مناطق مثل الحويدة وبقية الحويدة سيتم استعادتها، وبالتالي سيصبح هناك وجود للدولة في جغرافيا واسعة وفي مؤسسات واسعة، مما يجعل الانقلابيين في مساحة جغرافية ضيقة. وهذا يعني أن هناك سلطة شرعية موجودة، وهناك جماعة خرجت عن سيرة القانون وعن الدولة، على الدولة أن تخضع لسيرة القانون. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه منذ استعادة تعز يصبح عندنا عنصرين، أن الضغط على دول التحالف سوف يقل، ولن يكون الحديث عن مفاوض في الخارج لأننا أمام سلطة موجودة، وبالتالي الملف الدولي سينخفض مع استعادة تعز. اثنين، ماذا يتطلب استعادة تعز؟ تتطلب، أنا الآن أتحدث عن ما بعد هذه الانتصار الجزئي، ما زال معنا بقية مداخل المحافظة ما زالت لم تتحرر، ولكن والاشتباكات الآن موجودة مستمرة، ولابد من استخدام هذا، لابد من توظيف هذه التعبئة العامة وهذا الانتصار في استعادة كامل المكان. ستلاحظ الآن عندنا مشكلة أساسية، عندنا صنعاء تتحرك وحدها، وعندنا في عدن وحدها، تعز وحدها، البيضة وحدها. هذا يجعل في ظل الدولة ما قبل الوطنية التي مركزها ضعيف، ستجعل أن هذا خطير على مستوى أنك تلعب في جبهات ومجلس مقاومات دون ما تجد السلطة الشرعية تكون هي الجامع، ما يسمى تجميع سيادة الدولة وتجميع سلطة القرار في رمزية دلالية. هذا يعني أنه ينبغي أن يكون في تعز الآن ممثل للسلطة، وزيرا
أو أعلى من وزير وموجود في البيضة وموجود في الجوف بما يجعل السلطة الشرعية حاضرة ويحسن حضورها لأنها الآن غائبة بين الإنقلابيين ودول التحالف. لكن ذلك دكتور يعني وجد هذا يعني هؤلاء المحافظ مثلا وجد في عدن، مع ذلك وجدت اختلالات. ينبغي أن تكون هناك حكومة، وعندما أقول حكومة لابد، نحن الآن عندنا خطر في أين المشكلة؟ المشكلة الآن لا نريد الصراع بين التحالف والإنقلابيين، نريد أن تكون الطرف الرئيس في المعادلة سلطة شرعية. والآن مع استعادة تعز هناك من يطرح وأنا منهم أن مسألة تدويل قضية اليمن قد تم تخفيضه بنسبة عالية جدا. إذا استعدنا تعز يعني لابد من اتساق الحركة الوطنية بين المناطق الجنوبية وتعز، وبالتالي عدن ستستقر، الحديدة ستسقط تلقائيا، ثم سنستعيد أكبر قدر ممكن من الجغرافيا. تعز هي التحدي الأكبر، وبالتالي علينا أن يكون لدينا سلطة شرعية موجودة وحاضرة مساهمة. حتى كنا نحن ننتقد نقول نريد وزراء، يعني عندنا وزراء بلا وزارات. الآن نحن بحاجة إلى أن تكون الدولة حاضرة في كل هذه المواقع. البيضة غائبة عن الحضور، علينا أن يكون هناك حضورا سلطوي، بمعنى أن يكون هناك ممثل للسلطة موجود في الميدان. ليس الوزراء ليس هم أفضل من الشعب اليمني، ولا نحن نحتاج فقط وزير الخارجية ربما يكون في الخارج والتخطيط، بقية الوزراء عليهم أن يكونوا في الداخل، عليهم أن يدخلوا ويكونوا ممثلين الدولة، حتى لو كان في محافظ وفي جهاز مقاومة، على السلطة أن تكون حاضرة حتى نستطيع أن نطلق على الإنقلابيين بأنهم يعني جماعة خارجة عن القانون. اثنين، استعادة الحياة اليومية في تعز من أهم التحديات، واستعادة الحياة اليومية في تعز وتثبيت الجغرافيا، لأنه حسب المعلومات العسكرية استعادة الجغرافيا أمر سهل، ولكن السيطرة عليها هو الأمر الصعب. وبالتالي وكيف يمكن أن يتم ذلك؟ يتم عن طريق الآن أعتقد في وعي شديد جدا لدى اللواء 35 ولدى القيادة من خلال التواصل مع القيادة. هناك وعي بالفراغات، علينا أن نجد أن يقوم المعسكر بحماية مداخل المدينة، أن توجد شرطة وجيش في الشوارع، أن يحافظوا على الممتلكات العامة، أن يكون تعاون المواطنين، وأقولها لأبناء تعز عليكم تتعاونوا مع على المقاومة، أن تجد يعني تواصل تليفوني أو تواصل شخصي أو عبر عقال الحارات، أو رغم أنه عقال الحارات كثير منهم يتبعون المخلوع صالح، يعني المخلوع صالح لعبة جيدا، يعني معظم مجلس المحلي ولا آخر، علينا أن نعرف منهم مع الشرعية. وبالتالي ينبغي أن يكون هناك تعاون من المواطنين في الإبلاغ عن أي اشتباه في أي حالة، لأنه هناك خلايا نائمة وهناك مخطط المدينة. بالتالي مدينة تعز لدي يعني هي مقاومة الدولة، حتى على مستوى الديمغرافية العسكرية تستطيع أن تدرب من هذه أبناء هذه المدينة، ولديهم استعداد عالي ودرجة وعي عالية جامعية، يستطيعون أن يستعيدوا بقية التراب بوعي. وستلاحظ أن أعلام الانفصال رفعت في بعض المناطق الجنوبية في بعض الجماعات، الحوثيين رفعوا الشعار حزب الله اليمني، تعز المدرعة التي قصفت المدنيين وقصفت بيوتهم قاموا بطلاءها باللون الجمهوري، أي أنهم أعادوها إلى مالكها الأصل. في هذه المدينة في يحتفلون في 14 أكتوبر 26 سبتمبر يرفعون العلم اليمني والسلطة الشرعية، أي أن الدولة بحسب سقراط يقول موجودة بالقوة بالفعل في الذاكرة الوطنية، لأن هذه المدينة هي لعبت دور تاريخي عندها رسم يسمى بالعلم الاجتماع رسمال وطني ورسمال سياسي، يعني الدولة مترسخة والحركة الوطنية هي القاعدة الرئيسية لها، وبالتالي علينا أن ننطلق انطلاقا من ذلك لبناء دكتور الدولة. انطلاقا من ذلك هناك دعوات لي يعني ليس فقط تواجد حكومي بسيط، هناك دعوات لي تواجد الحكومة بأكملها في تعز بعد تأمين المدينة بشكل كامل وكافي، هل تتفق مع هذا الطرح؟ إذا ما تم هو وقع ارتكبوا خطأ في عدن عندما وللأسف أقول لبعض قيادات المقاومة في عدن التي كنا نتوقع منهم أن تكون الدولة تسبق كل المطالب الجماعاتية والفردية، لتكون الدولة هي الأساس، كنا نتمنى أن تكون النموذج بكل تفاصيلها. للأسف بعض الجماعات كانت تريد مقابل مواقفها، ولذلك أعتقد أن تعز، وقد صرح حتى عبد الرب منصور هادي في وقت سابق أنه ربما يعود لتعز. تعز إذا ما تم الآن إكمال، طبعا أنا أتوقع وهذا ينبغي أن نعمل عليه، أخشى أن يتم قصف المدينة أو
إنهاكها من الخارج علينا أن نتحمل. وأعتقد أن أبناء تعز الآن قدموا درسا للحوثيين، وقدموا أيضا رسالة إلى دول التحالف أنهم قادرين على الفعل بكل إمكانياتهم. وصلت بعض الإمكانيات يوم غدا إلى أبناء تعز، ولكن يمكن من خلال الجغرافيا الآمنة أن تتحرك الدولة. أنا أقول تعز هي التي الحديدة تعتبر الآن، إذا ما تم استعادة تعز الحديدة يعني محصلة نهائية لامتلاك للسيطرة على الساحل. وبالتالي أعتقد أن الدولة في هذه المساحة، وهناك خبراء عسكريين تحدثوا أنه في حال ليس بالضرورة أن تستعيد كل الجغرافيا، بعض المدن بعد السيطرة على صنعاء وعلى تعز والحديدة ستسلم، وتحدث عنها الرئيس أيضا عبد الرب منصور هادي فيما يسمى خطة نابليون، التطويق. أنك عندما تسيطر على مجموعة من المناطق تصبح مناطق غير قادرة على البقاء، ليس أمامها إلا التسليم. وبالتالي أعتقد أن إذا أردنا، وأقول حتى لحراك الجنوب الذي هو خائف والذي قلق من مشروعه، بعض الجماعات التي تعتقد أنها تستطيع أن تفك الارتباط عن تعز عن اليمن بمواقفها المتشنجة، أقول أنكم لن تحققوا. ارجعوا إلى تاريخ الحركة الوطنية، ارجعوا إلى ما يسمى التخطيط الاستراتيجي لإدارة المعارك، ستجدوا أن العمق الاستراتيجي لكم تعز، وأن فك الارتباط ليس وقته الآن، وأنه يمكن مناقشته في أي في المرحلة اللاحقة، وأن المشروع الإيراني والمخلوع صالح لا يهمه الحركة الجنوبي ولا يهمه أبناء مناطق جنوبية. كان مشروعهم هو يعني تقسيم البلد وإيجاد دواعش حتى فيما يسمى. ولربما دكتور يعني كانت هناك الكثير من المطالبات بسرعة تحرير تعز حتى تتأمن عدن وبقية المناطق الجنوبية، لكن دعني يعني سنتحدث أكثر عن هذه النقاط وعن أيضا موقف من التحالف العربي من تحرير تعز. لكن قبل ذلك نتوجه مع السادة المشاهدين إلى فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال النقاش. تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن مواقف الأخوة في الجنوب، ويعني يجب إدراك أن تحرير تعز هو بوابة لتأكيد ويعني تأمين المناطق الجنوبية بشكل عام باعتبارها البوابة الشمالية لهم. لكن هناك نقطة أيضا حول موقف التحالف العربي من تحرير تعز، هل يعني عرشت لنا أيضا على هذه النقطة؟ هناك تباين في وجهات النظر حول كيفية شكل الدولة في المستقبل، هل هي فيدرالية وإلى آخره. نحن نقول إن الدول التي لم تكتمل هويتها بعد من الخطر بمكان إقامة فيدرالية لها، يعني ممكن تقيم فيدرالية تقوم على التعاقد وليس على الرعاية الدولية. أي فيدرالية تقوم على الرعاية سقطنا في معسكر برنارد لويس الذي يريد فيدراليات متنافرة، يعني هي عندها نزوع نحو الانفصال وليس الالتحام. وبالتالي ستلاحظ عدن ستحاول تتمركز حول ذاتها، تعز حول ذاتها، آزال حول ذاته، ونحن بحاجة إلى ما يسمى الاكتماد الوطني. وبالتالي سيكون هناك ثنائية سنة وشيعة من خلال ضعف الدولة ورخوتها. نحن نقول لأبناء المناطق الجنوبية وعلى حتى دول الخليج تعرف أن وجود دولة هشة ورخوة مدخل إلى بقية بلدان المنطقة الخليج العربي، وعليه أعتقد حتى أبناء المناطق الجنوبية عليهم يعلموا أن الذاكرة مثخنة بالجروح في المناطق الجنوبية ومثخنة في الشمال. وبالتالي وفقا لكل أدبيات علم الاجتماع وأدبيات الأمم المتحدة، لا يمكن لك أن تحدث استقرار إلا بالمصالحة مع الذاكرة الوطنية. وعليه نحن بحاجة إلى أن نتعامل بعقل في إدارة الزمن الانتقالي من خلال تثبيت أركان الدولة. وبعدها ليس هناك الآن بعد كل ما حدث من تضحيات أن يلتهم شخصاً يعني مجموعة أخرى، علينا أن نعيد صياغة الدولة، وعليهم أن يطالبوا فك الارتباط إذا ما كان فك الارتباط يحقق لهم أهدافهم. طيب ماذا عن موقف التحالف العربي؟ التحالف العربي حتى الآن نحن طالبنا من الموقف العربي، طبعاً هم يتحدثون عن ما يسمى أن وحدة البلد يعني أحد الأسس، وأنه لا تفريط في سيادة اليمن من حيث يعني بقائها موحدة، ولكن بقائها موحدة أي أنها فيدرالية. وأنا أقول نحن مع هذا، ولكن أيضا من مصلحة دول التحالف، أقول دون أن نحدد طرفا ما، من مصلحة دول التحالف لا نريد من عدن. شوف عدن كنت أنا خايف
يعني حتى مشروعهم سأنبههم الآن إلى خطأ ربما يستوعبون. عندما تم إدخال التحسينات وإيجاد الاستقرار ودعمكم التنموي والصحي، كان بالإمكان أن تكون نموذج كردستان، وبالتالي تكون أكثر قدرة على الاستقرار ووجود مؤسسة الدولة، وبالتالي تستطيعون فرض فك ارتباط. بهذه الحالة التي قمتم بها من حيث السلع على المؤسسات ووجود مقاومة أقوى من الدولة، ليس أمام المناطق الجنوبية إلا التشظي ووجود القاعدة وداعش التابعة للمخلوع صالح، وعليه أن يعني فك الارتباط عملية عقلانية والوحدة عملية عقلانية وطنية ينبغي أن نتعامل معها بعيدا عن العواطف. لذلك أقول أن دول التحالف عليها أن تعزز الآن الوحدة الوطنية. أنا حتى الآن أستغرب وأوجه رسالتي إلى وزير الأعلام وإلى دول التحالف التي مهملة التعبئة الاجتماعية وتوحيد المزاج العام في هذه اللحظة. كيف يمكن لنا أن نوحد المزاج العام اليمني مع انتصارات تعز؟ هذه فرصة مناسبة باعتبارها منبر للمدنيين، منبر لتوحيد المزاج العام، منبر لنكون لدينا أغاني ولدينا شعارات ولدينا نوع من الاحتفال في كل المناطق. لدينا أيضا بيضة، البيضاء الغائبة التي نتمنى أن نسمع عنها وأن تكون حاضرة كتعز حتى يتم يعني استعادتها. لربما أيضا نحن شاهدنا بكثير من الجبهات احتفالات بهذا فك الحصار عن تعز وتحرير الجزئي للمدينة، وكانت يعني أمور مبشرة بالخير أن هناك تلاحم حول الفكرة الوطنية وهناك رجل جميل لتعز. لا نريد تلاحم في بناء الدول وفي إدارة الصراع، لا يوجد لعمليات تلقائية. نحن مع صراع شرس ليس محليا مع الحوثيين، نحن مع حزب الله وإيران تخطط للحوثيين، المخلوع صالح لديه استشارات مع شركة أمريكية وبريطانية، نحن لا ننقل عن ذلك. لأن لما ندير معركة لا نديرها بعواطف شعبية أنهم يفرحون، نحن نصنع الفرح، نصنع المزاج الشعبي، نصنع من هو الآخر. الآن أصبح العملية صناعة المزاج حتى تصنع مزاج عام، تصنع موقف، تعدل مواقف، تعدل صورة الوطن حسب أدوارد سعيد، فكرة ينبغي أن نرسخها في الذاكرة الفردية والجماعية. الفرح فكرة أيضا، يمكن أن نفرح لشيء في مجتمع آخر ليس فرح، نحن فرحون في تعز لكن في منطقة أخرى غير ذلك. بالتالي هذه العمليات الاعتباطية التي تغيب عنها الاستراتيجية، غير قادرين على أن نشكل رأي عام. حتى الآن لم أجد ما يوحد المزاج الشعبي اليمني في هذه اللحظة. تعز عندما استعادت كان ينبغي أن تنطلق منها حملة تعبية عامة وطنية تستعيد الدولة وتصاعدها سابقة لكل الانتماءات السابقة على الدولة الطائفية والمناطقية، تصبح اليمن هي اللاعب الرئيس. أين هذه الخطة الآن التي ينبغي أن تقدم اليمن على بقية الانتماءات التي تصعد عند الأزمات؟ معروف في علم الاجتماع عند الأزمات في البلدان ما قبل الهوية الوطنية الدولة التي لم تكتمل، تصعد الهويات الثانوية اللي هي قبلية مناطقية وتختفي الحديثة الحزبية والدولة. علينا أن نصعد الدولة والانتماء السياسي يأتي ذلك بالتزامن هذه اللحظة بالتعبية وبرفع المعنويات بالتزامن مع التقدم العسكري. طبعا، لكن هذه نقطة تعز هي نقطة تحول، لأن تعز مربوطة. تلاحظ الحديث من الرياض تحدث عن اليمن، عن سبتمبر، عن 70. هذه المدينة بطبيعتها يعني انظر إلى كل فعاليتها لا تتحدث عن تعز. ما فيش واحد من تعز يتحدث أنه تعز للتعزين، تعز تتحدث عن اليمن. تعز تقول عدن أنا جزء مني، صنعاء جزء مني، البيضة جزء مني. لم يرفع أحد رغم الحصار 8 أشهر وضرب المدنيين ومنع الاسطوانات وقتلهم وقتل الأطفال وموت الأطفال ممنهج وعبثي، إلا أن العلم الجمهوري هو المرفوع، إلا أن اليمن. انطلاقا من هذه النقاط، كيف يمكن صنع أو أن يصنع الإعلام مزاج وطني عام؟ ويعني ما هي المحددات التي يمكن وضعها في هذا الخصوص؟ هناك ما يسمى بصناعة الآخر وصناعة الرأي العام وبناء هذا. وزارة الإعلام ينبغي أن تكون لديها جهاز الآن حتى تستعين باللبنانيين، تستعين بالأمريكان بما يسمى توحيد المزاج العام وتوحيد الخطاب الإعلامي وتوحيد صورة اليمن. صورة اليمن تشوهت، نشوف في دراسات سريعة يسمى تحليل مضمون، نشوف صورة اليمن كيف تشوهت. هناك جروح، هناك جيل يحمل كثير من الجراحات، يعني عنده حرب شيعة سنة، مطلع منزل، شمال جنوب. كيف يمكن نوحد هذه الخارطة أو التوجهات؟ هذا فقط دراسة سريعة من الميدان، توجهات من بعض الصحف
الصحف بتحليل المضمون. تحليل المضمون هذا علم خرج من CIA وأصبح يدرس في الجامعات، وبالتالي هو الآن يستخدم في كل بلدان العالم حتى مع الأمريكان. وزير الأعلام عليه أن يشكل فريق، ولا ثمن صاروخ واحد، ثمن صاروخ يطلق على عربة أو على تقريبا طقم عسكري يساوي فريق عمل أمريكي مع استشارة لوضع خطة عمل. الآن مثلا عندما يطفوا الإنترنت وعندما يوقفوا الكهرباء، هل توقع أنه هذه عملية عبثية؟ هذا مستشارين أرادوا أن يديروا المعركة بالحرب العالمية الثانية عن طريق ما يسمى حرب الإشاعات. الشعب اليمني يقول لك علي عبد الله صالح انتهى مريض، بعد يومين يقول لك لا يطلع من الخطاب يلعب على أعصابك. هذه كلهم خبراء لعب بأعصاب المواطنين. أنت جهازك الإعلامي حتى الآن عبارة عن شعر، وعبارة عن لا توجد معك مساج رسالة إعلامية، لا توجد معك باللغة الأجنبية. شوف إيش عملوا لو سمحت، بس فكرة واحدة، كيف حولوا الحوثيين باستشارة حزب الله. أمريكا تقصف اليمنيين، أمريكا تقتل اليمني، وكأن وهم اللي يقتلون في تعز ويقتلوا الدولة وخطفوا الدولة وقتلوا الناس. ماذا نتحدث؟ وهم الآن أخذونا من زاوية رفع الحصار إلى سحل أحد القتلة والقناصين، وربما يكون الذي يسحل هو من جماعتهم وليس من أبناء المقاومة. إذن هناك حاجة، يعني هو يعني دور الإذاعات المحلية في هذا الخصوص، خاصة مع التعتيم الإعلامي الموجود، اسمها Room of the War. Room of the War تدار يعني غرفة الحرب، ليس الحرب هي، وأطلقتها بيل كلينتون في الانتخابات. Room of the War يتم عندك جهاز إعلامي كامل يأخذ كل التصورات، يعيد صياغتها، يوجه التوجهات، ومن ثم تجي فريق استشاري كما كانوا يعملوا في الحوار الوطني من أغاني نبنيها سواء نبنيها. لكن يعني يمكن التعويل هنا على وسائل التواصل الاجتماعي في هذه النقطة. قبل يومين سمعت إلى تعبية عامة للجيش، هذه التعبية كارثة، ولا أذكر الشخص الذي كان عضو برلماني يقوم بالتعبية العامة ووزعت صوره، الذي يعني هذا التوجيه المعنوي الذي قام به يؤسس ما يريده الغرب، يقد دواعش وسنة، يعني ما يوجد بطرفين. بالتالي خطابك أنت يجب أن يرتقي إلى اليمن، يرتقي يعني إلى الحديث عن الهوية اليمنية، عن تعبية أخرى، عن تسامح. خلي بالك حيجي جيل قادم عاش توقف عن الدراسة، قتل أهله، قصفت أسره، لابد أن يكون لدينا إجابات لهؤلاء الأجيال. هناك جيل كامل ربما لعشرين سنة ستكون أرجله مقطوعة ويده مقطوعة، نحن بحاجة إلى تأهيله نفسيا وتأهيله بدنيا وإيجاد يعني هذه عملية صراع معركة. نحن الآن من تعز معركتنا إعادة الحياة اليومية، إملاء الفراغ الأمني، لأن مخلوع صالح أسس ولدي معلومات دقيقة أنه يريد أن يبث بعض الجماعات المتطرفة، وعلينا إملاء الفراغات الأمنية وسرعة اعتماد الخطة الأمنية. ثالثا الانطلاق من حملة تعبية عامة لتوحيد المزاج الشعبي اليمني تحت راية اليمن. يعني هناك خطوات أمنية وخطوات إعلامية، إعلامية وإنسانية، رفع الحصار حتى يعطي الناس دافع. وعلينا أن نستغل تعز في الذاكرة اليمنية، تعز العلم، تعز الثقافة، تعز التنزال نحو السلم. كفاية عبد الصغير أستاذ رياضيات أصبح مقاوم، كفاية الحمادي لم ينضم للمخلوع صالح، انضم للدولة. كل رموزنا لم ينضموا إلى تعز، انضموا إلى اليمن. حتى المخلافي وعدنان وهذول لم ينتموا إلى تعز، هذه ينتموا لليمن، لأن من تعز ننطلق لليمن. لكن هناك يعني بالمقابل أستاذ دكتور عبد الباقي، هناك يعني صحفي من أبناء تعز انضموا إلى أو يعني روجوا لفكرة الانقلاب ووقفوا أمام الشرعية، ووقفوا أيضا أمام يعني محاولات ومعاناة أبناء المدينة. هؤلاء لا نتحدث إحنا عن شخصيات فردية لها مصالح ومرتبطة. مثلا كل اللي واقفين مع المخلوع صالح، هل هم مع صالح؟ هم مع الفساد. هؤلاء أخذوا مشاريع وهمية، أخذوا قروض يعني أموال طائلة دون ضمانات من كاك بنك، أخذوا يعني مشاريع من خلال المناقصات فيها فساد وبالشراكة مع الأسرة. هؤلاء امتلكوا كل أراضي صنعاء، هؤلاء كانوا يأخذوا السلاح، قادة الجيش منتهي صلاحيته ويستلمون مرتبات عالية، يعني قائد جيش يستلم 3000 مرتب و 3000 كلاشينكوف وبيادات ومعونة وتغذية، ماذا تريد منه أن يقف؟ يقف مع، لا يقف مع المخلوع، هذا فاسد ويقف مع الفساد. بالتالي ليس كلهم أنقياء، وليس كل هؤلاء الصحفيين الذين دخلوا، هؤلاء تنكروا لمدنهم، ولكن هي مواقف شخصية. لكن بالغالب العموم
ستلاحظ أن تعز مع اليمن كاملة. وأنا بصراحة أحيي القيادة في تعز على نضوجها، يعني ليس لأنني من أبناء تعز، ولكن أنا أتابع بدقة ماذا يحدث عندما تقدم المقاومة المجلس العسكري على المقاومة الشعبية، عندما الطلاب يدافعون لاستعادة التعليم، عندما يتم الامتحان في أرصفة الشوارع. هذه هي المدينة تقاوم وبشكل منتظم وبدون عمليات. هذه يعني المقاومة، هذه المقاومة القاوم عندما هناك أشخاص يذهبوا إلى توزيع المياه في الحارات، هذه مقاومة. عندما توزع الخبز على الناس، عندما حاولت فك الحصار بخلال طبعا هذه المقاومة ليس عسكرية، المقاومة ليس عسكرية، المقاومة أن يكون لديك إخلاق للآخر، الإحساس بالمشاعر بالآخر، الدفاع عن البلد، الدفاع عن الإنسان. نحن أجينا مع جماعة مفرغة من القيم الإنسانية، مفرغة من الانتماء الوطني، الذي يقصف ويقول في قناة المسيرة، يقول لأبناء تعز انتظروا هدايا العيد، وهي عبارة عن قصف. ماذا يحمل من مشروع؟ الذي يسرق الميزان العام ماذا يحمل من مشروع؟ هذه المدينة أقولها للسلطة الشرعية، على السلطة الشرعية إذا أرادت أن تستعيد اليمن أن تنطلق من تعز، وعليها أن تكون اللاعب الرئيس. إذا استمرت بهذا الشكل، الرئيس في الرياض وبحاح في عدن والوزير الثاني في الإمارات والآخر في قطر، بالتالي ستصبح السلطة الشرعية هي الأضعف، ولن نستطيع تجميع الدلالة الدولة ودلالة السلطة في هيكل ملموس وليس في شخصيات صحفية. أقولها مرة أخرى، تجميع الدولة في هيكل ملموس وممارس للحياة اليومية ويشعر به المواطن، وليس عبارة عن شخصيات إعلامية نتابعها ببوست في واتساب طيب. أو في الفيسبوك. بهذا الخصوص دكتور، يعني قبل قليل تحدثت على أن المناطق الواسعة يجب أن تكون إضافة للحكومة الشرعية، في مقابل أن الميليشيات الانقلابية ستلعب في مناطق ضيقة من الآن وصاعدا. لكن هناك أيضا من يتحدث على ويطرح أن المناطق الواسعة هذه تتخللها مجاميع أو ميليشيات مسلحة أخرى معادية لفكرة الدولة الوطنية، هل هناك خطورة في هذا الخصوص؟ لا أعتقد. إذا أقولها مرة أخرى، طالما استعادت تعز، معنويات الإنقلابيين ستنهار بمعدل 80%، لأن رهانهم على هذه المدينة. ليش رهانهم؟ لأنها مرتبطة الوحدة اليمنية وتشظي البلد. هم كانوا يريدوا ماذا؟ طيب الغرب لو سمحت، الغرب عنده فوبيا، عنده فوبيا من القاعدة. هم كانوا يعتقدون أنه ما فيش هنا، ما في، لا يوجد جيش، لا توجد مؤسسة أمنية، الناس كلهم مدنيين، كل الألوية العسكرية من جغرافيا غير جغرافيا تعز، بالتالي أنهم في حال حتى المقاومة ما دحرت الإنقلابيين ستجي خلايا لابسة ملتحية، وهذا معروف، وسيقوم بعملية ترويع وإرهاب وقتل كما دار المسنين. ولكن كان هناك نضج لدى السلطة عندما قامت بتدريب يعني من أبناء المنطقة في الجيش، عندما هيأتهم، لأن ماذا تدريبهم؟ يصبح منضبط أنك تخضعه لقانون عسكري. تقصد من تدرب في معسكر؟ طبعا العالم. هذا لعب دور شديد جدا. ثم وجود قيادات عسكرية وطنية مثل الحمادي والآخر سرحان، كثير الآن راح الاسم بتاعه، لكن وجود هذه الشخصيات أيضا أعطى للجيش حضورا وطنيا. بالتالي هنا أقولها أن مدينة تعز عندما تستعد ويفتح عنها الحصار، بقية المناطق بما فيها حتى صنعاء، الطريق إلى صنعاء يمر عبر تعز، وقلناها مليون مرة، لأن صنعاء تعز في الذاكرة الوطنية لها معنى كثير. اثنين، حتى ديموغرافيا تشكل دولة على المستوى العسكري. الآن العالم عندما يدرب عسكر يأخذهم من الجامعات، يعطيه 4 أشهر في الجيش، ثم يصبح يعني واحد البحرية خريج جغرافيا، أنت أهلته سريعا. بالتالي هذه المدينة تستطيع أن تقدم للدولة من الجيش الوطني، وهذا الجيش ليس طائفيا، أنا أستطيع أن أثبت ذلك حتى من منظور علم الاجتماع. ليس هنالك أحد في تعز لديه نزوعا تعزيا، لديه نزوعا وطنيا يمنيا، وهذا إيجابي ينبغي الحفاظ عليه. لكن هناك من يتحدث على أن هناك يعني بنظرة أخرى، أن هناك حب كبير يعني أهالي تعز، قد يصل إلى درجة العنصرية في بعض الأحيان، هل هذا الطرح منطقي أو صحيح؟ لا أعتقد. هناك بعض المواقف عندما يكون في علم الاجتماع، عندما تكون هناك جماعات مقصية، وبالتالي عندما يأتي نوع من إعطاء الحوار يصبح هناك تمترس مؤقت، اللي هو أتمترس حول الهوية لتحقيق الاعتراف به. ولكن عندما يكون التمترس هذا مؤقت، ولدي سابق في المكتسب التاريخي
أني أميل إلى ما هو انتماء أوسع من منطقة على مباشرة أذوب، وهذا ما أنا أخاف منه. الإيرانيين وحزب الله وحزب الله اليمني كان يريد أن يؤسس ذاكرة مثخنة بالشيعة والسنة بحيث تتمترس تعز داعش وقاعدة وتتمترس الحوثيين وهذه المناطق السنة كوكيل محلي، وهذا ما لا نريده، وهذا هو المخطط لتصبح إيران هي الوكيل الغربي. وقد صرحت الأمريكان أنهم يريدون السعودية وإيران تتقاسم المنطقة مع إيران، ونحن نقبل ذلك. ولربما يعني نجح اليمنيون في عدم وضع المعركة طائفية بل معركة وطنية. الذي يهمني هنا إذا أردنا أن ننطلق في بناء الدولة وفي القضاء على شمال جنوب وسني شيعي، هذه المدينة هي والنواة. إذا أردنا جيشا وطنيا هذه هي النواة، وعلينا أن نبدأ بحملة تعبئة عامة لتوحيد المزاج الشعبي اليمني. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معدي الحلقة وطاقمها الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.